السلام عليكم ورحمة الله. هذه آخر قرارات وزارة التربية. وزير التربية سيتم إصدار القرار الخاص بنظام تحسين المعدل ونظام المحاولات. رئيس لجنة التربية النيابية ووزير التربية، امتحانات نصف السنة ركيزة أساسية لتقييم مستوى التلاميذ والطلبة. رئيس اللجنة والوزير أكد ضرورة أن تراعي اللجنة الجانب التعليمي عند اتخاذ أي قرارات تخص معالجات انتشار فيروس كورونا. توضيح لهذا الخبر، يقول وزير التربية يقول راح تصدر قرار خاص بنظام تحسين المعدل ونظام المحاولات، يعني عن قريب راح يسوون اجتماع. أول ما يعني يسوون الاجتماع هم يناقشون بنظام تحسين المعدل ونظام المحاولات. ويقول رئيس لجنة التربية النيابية ووزير التربية يقول امتحانات نصف السنة هي ركيزة أساسية، يعني هي لازم يسوون امتحان نصف السنة لأن هي اللي تحدد مستوى الطالب. ورئيس اللجنة والوزير يقول يعني هذه القرارات لازم تدرس بشكل جيد خاطر يصدرونها. هذا الخبر الأول. زين، أما الخبر الثاني، الخبر الثاني بالنسبة للكاظمي، يوجه بشمول معاهد التدريس الحكومية والأهلية بقرارات اللجنة الخاص العليا للصحة والسلامة الوطنية 7 لسنة 2021 بشأن تعليم المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية إلكترونيا لغاية 8/3/2021 قابلة للتمديد بحسب الموقف الوبائي. وجه الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد بأن تعطيل كافة المدارس والمعاهد يتحول إلى إلكتروني ولغاية 8/3، يعني لحد 8/3 هذا كله إلكتروني، بعدها يعني حسب الموقف الوبائي، أما يرجع الدوام أو يتمدد يعني نقول حسب الموقف الوبائي. الخبر الأخير اللي هو وكيل وزير التربية فلاح القيسي يقول ننفي تحديد موعد امتحانات نصف السنة وجميع المديريات في بغداد والمحافظات مع مقررات اللجنة العليا وهيئة الرأي بتعليق الدوام وتأجيل الامتحانات إلى إشعار آخر. فلاح القيسي يقول ماكو يعني ننفي موعد امتحانات نصف السنة، هذا يتعلق حسب الموقف الوبائي، ولحد الآن يعني تأجيل امتحانات إلى إشعار آخر، يعني ما ندري ما نعرف بأي يعني ماكو أي موعد لامتحانات نصف السنة.